كسوف القمر ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء شمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية. في مدينة طرابلس كان القمر الدامي واضحا بكاميرات الهواء، فاللحظات التي عاشها لطرابلس وثقت بكافة أنواع الكاميرات. في مدينة شحات تجمع الأهالي في إحدى الساحات لمتابعة خسوف القمر تلبية لدعوة عامة وجهت لهم من جمعية رؤية لهواة الفلك بالتعاون مع منظمة بوادر المساء. اليوم أعضاء جمعية متجمعين في مدينة شحات لرصد خسوف القمر أو ما يسمى بخسوف القرن، حيث أن أطول خسوف تشهد ليبيا منذ 100 عام. الفعالية تضم رصد للخسوف على الشاشة بواسطة التلسكوبات عبر شاشة كبيرة رصد فيها الخسوف عن طريق التلسكوب مع شروحات وافية قدمها منتسبي جمعية رؤية لهواة الفلك للحضور. يعني اليوم احنا جينا لشحات ومديرين ايفنت او حدث لرصد الخسوف الكلي للقمر. طبعا الخسوف هذا اطول خسوف كلي في هذا القرن. فترة الخسوف تقريبا منذ بدايته الى نهايته حوالي 4 ساعات او 3 ساعات ونصف. في الغرب حيث منطقة بدر تابعت كاميرا 218 الحدث الكوني لترصد لنا جمالية القمر المبهر الذي عاش أطول خسوف له في القرن 21.